السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اليوم رجعنا وياكم بحلقة جديدة من السلسلة مع لقاء مع لاعب محترف. فكرة السلسلة اللي ما يعرفها 12 سؤال، ممكن يكون سؤال سهل، ممكن يكون محرج، ممكن أي شيء ثاني، يعني سؤال شاطح عادي حتى يصير يقدر يسوي سكيب السؤالين، والما يسوي سكيب ذن السؤالين يعتبر الضيف الأسطوري. هلا. اليوم ويانا اللاعب هشوم، لاعب فريق أوستيك ووريرز اللي حول من السوني وقدر يدخل أوستيك فترة قليلة كلش، ما تتعدى السنة، وقت قليل كلش، وفاز بالCSL 3 والدور السعودي، وكان أفضل لاعب بالدور السعودي. عندك بعد شيء تضيفه؟ الله يسلمك أخي ملاح، لي شرف إني أكون ضيف في حلقتك يا أقوى فراق العربي. حبيبي حبيبي، جاهز الأسئلة؟ جاهز. تريد نبدي شيء خفيف لو قوي؟ اللي تريده. إن شاء الله هذه الحلقة الجاية أخذ الضيف الأسطوري أمشي. هلا هاي زينة، هاي يلا نبدي بأول سؤال. هشوم، هلا، ليش تحب تسوي ستريم سنايب هواي أو كيو سنايب؟ كيو سنايب في فرق. أنا ما أسوي ستريم سنايب، حياتي ما قد سويت ستريم سنايب، يعني أطالع وألعب، أصلا ما عندي إلا شاشة واحدة ألعب فيها، ما أفك الشاشات الباقية، أسوي كيو سنايب. أحب ضد العرب كذا، أحس متعة إني أقابل أجانب وملل، بس أحب أقابل الناس أعرفهم، يعني وتشوف ردة فعلهم، أحس كمان يحسن مستوايا، أي وبرضه أشوف ردة فعلهم. إيه، أما سوي ستريم سناب ما قد سويت، بس هاد يعني أشوف وين الشخصيات، بس ما قد حتى الشخصيات ما أشوفها، يعني يعني أبد قبل ما في يوم سوي ستريم سناب ما قد سويت ستريم سناب في حياتي، حتى على أجنبي اللي ما قد سويت. حلو، يعني شيء حلو هذا نعرفه منك، إنه أنت بس تسوي كيو سنايب، بس تبحث ضدهم. ياب، إذا أحد شافني ضده أعرف إنه كيو سنايب ترى، يعني من الأخير يعني. أي. حلو، هسه نروح للسؤال الثاني اللي هو هشو، بتعرف اكو فراغر هواي بالوطن العربي كل شو، يعني عشرات الفراغرز، شنو الشيء اللي تشوفه يميزك عن البقيه ذولا كلهم، تحس روحك انه اكو شيء، هذا الشيء انه يفرقك عن الكل فراغرز، شنو هذا الشيء؟ انا دائما لا اجي لما العب كفراغر ما العب يعني زي الفراغرين الباقين اللي هم يعتمدوا اكثر شيء على ايمهم. حلو، انا اشوف ايمي عادي يعني زي اي شخص يعني لاعب رينبو، بس انا احب اسوي حركات الخصم ما يتوقعها، زي لما اطلق طقتين انبطح، زي لما يعني اسوي حركات ما حد يتوقعها، هذا اللي انا اشوف الشيء اللي يميزني انا. اما الباقيين اغلبهم اشوفهم يعتمدوا على ايمهم وبشاتهم، يعني مواجهه هم فيون، انا احب اسوي اشياء الخصم ما يتوقعها. يعني تقدر تقول انت ما تعتمد على ايمك قليل؟ ياب، انا ما اعتمد على ايمي، انا احب اعتمد يعني اكثر شيء على عقلي. صح الناس يشوفوا حركاتي غبيه اللي اسويها، لكن كل الناس اللي يقول حركاتي غبيه ما قد شفت احد يتوقعها، عشان كذا انا اشوف نفسي شيء. يعني انت شو تدور الشيء الغريب اللي ما اتوقع تروح تسوي؟ ياب، مثلا اللحظه اللي تسوي تكون بها فايت راسا، تسوي دروب شوت مثلا. ياب، يعني هاي احد اساليبك، يعني اللي تواجه بعد وياه الشوم مع على القاع على العرض. ايه. حلو، جواب حلو. هسه نروح للسؤال الثالث، هنا تبدي شويه الاسئله تصعب. حلو، يا زين، هذا السؤال نسأل ايجل همينه وراح نرجع نسأله لك. لو كان قرار بيدك تختار المنتخب السعودي، حلو، مكون من 5 لاعبين واحتياط وكوتش وانالست، مع العلم تتذكر انه لازم من كل فريق لاعبين بس، ياب، منو المنتخب السعودي اللي راح تختاره؟ حلو، انا كل نفسي صح اكون معاهم، انت موجود يعني. اكيد اوكي، طيب الحين راح لاعب من اوشتك واحد، هالشوم بختار لاعب ثاني معايا، بختار كي الثاني. حلو. من اوشتك لعبين. كي لاعبين من اوشتك راحوا. حلو، الحين اختار لاعبين من تيو. ايه، مو شرط من تيو، تقدر تختار اي من اي اورك، حتى لو اداري إيه، بس نختار من تيو. لو انا بختار من تيو لاعبين اللي هم ايجل واوكلز. حلو، واللاعب الخامس عن نفسي انا بختار سكاي جاردين. لا، انا اشوف الرولات كذا كويسه يعني كلاعبين. حلو، طبعا ايجل كان حاط ويانا سكاي بالاحتياط. لو بختار اللاعب الاحتياط بختار كابلز من لاعب توقع 0-1 يعني. هسه صار عندنا انت هشوم، كي، ايجل، اوكلز، سكاي جارديان، والكوتش، ولا انا ما ذكرتهم لو ما عندك احد. الكوتش انا اعرف 2 واعرف انا لست 1،
أعرف اللي هو نواف البقمي. حلو. وسامكس. سامكس. ووليد اللي هو الأنالست. وليد أكيد أنالست إذا بختار أنالست. والكوتش. حلو. من تختار من ذين الاثنين؟ الكوتش أنا ما شفت سامكس كشغل أو أداء، ما لعبت معه، بس شفت نواف البقمي الكوتش الثاني، فراح أختار نواف لأني أنا ما شفت شغل سامكس، يمكن إذا أشوفه أغير قراري. زين. وما يعني. يعني هسه المنتخب هشو كي اوكلز ايجل ما كان ودي اختار ايجل بس يلا بختار من الحلقه سيجيك بعد الحلقه هاي ايه وسكاي جارديان والاحتياط قطز والكوتش نواف والانالست لون سولجر اللي هو وليد زين تتوقع ان هذا المنتخب ينافس ياب قوه لا مو بس على الكواليفاير ضد العرب لا ياب فاهم ياب ضد الاجانب ياب اتوقع انه ينافس ياب وين توقعت اصلا شيء عالي ما ادري وين بس شيء يعني بننافس على جانب ربع النهائي فوق اي انا اتوقع كذا حلو اذا اشتغلنا صح يعني نفسنا تعبنا اكيد راح نوصل ليش لا ان شاء الله ان شاء الله موفقين لكم ان شاء الله ان شاء الله زين السؤال الرابع شويه سؤال شاطح شويه يلا هذا السؤال مو مني من احد المتابعين يقول شنو افضل كرتون انت شفته او بما تسموه الانمي ما له علاقه هو كاتب كرتون اوكي تمام افضل انميات كثيره اختار واحد بس صح ايه واحد افضل واحد نقول ناروتو بس انا اللي اعرف ناروتو بحلقاته هواي كلش ياب عشان الانمي مخلص وقصته رهيبه بس في انميات كثيره يعني حلوه مره زين الافضل ناروتو بس اعطينا التوب 3 مان التوب 3 مثلا ناروتو جوجوتسو كايزن اتاك اون تايتن يا بس هذا ذولي حلو انا ما متابع ولا واحد منهم انا عارف اتاك اون تايتن ما واحد بس اول سيزون بس حلو زين نروح على السؤال ورا اللي هو يقول لك يا شوم اكثر لاعب من بديت تلعب بالسوني مو بس بالبي سي انتبه حلو اكثر لاعب من بديت تلعب بالسوني لي هسه تناغمت ويا برينبو ناغمت معاه في لعيبه كثيرين اختار واحد بس صح كي اللي هسه يلعب بوشتك ياب يعني مو ماد برضو بس كي اكثر اشوف انا ما لي علاقه تركي ماد اشوف انا ما لي علاقه هاي قدامك انا حاولت اغير قراره ما غيرت حلو كي يعني اختيار كلش حلو بالنسبه انا كلش احب كي كلش احب لعبه حلو الله يسلمك نروح للسؤال اللي وراه يقول واحد من المتابعين هذا سأله مو اني يقول شنو كانت مشكلتك ويا فوكس عراق فوكس عراق صاحبي بدايتي كانت في مشكله الصراحه حلو نعيد نفس المشكله السؤال الاول اللي كيز ناب ستريم سنايب حلو انا كنت كل العرب اللي في السوني كان يبحث ضد فوكس عراق حلو اي من يوم ما فوكس عراق يفك بث كل العرب يبحث ضده فكنت انا ما اطيح ضده فكان يحسبني ستريم سنايب فكان يعني يسبني وكذا بعدين خلاص اتصالحنا وما يعني العب معه الحين في البي سي ما بيني وبينه مشكله ما عندكم اي شيء هسه حاليا ياب ما عندي انت كنت تساله بس تبحث ضده وتلعب بس هات بس اي بس وقت ستريم سنايب زين انتبه السؤال اللي راح يجيك اللي هو السؤال الثامن انتبه ترى الضيف الاسطوري الضيف الاسطوري انا جاي اخذه امشي يا ملاح حلو ايه. انتبه هذا السؤال مو مني حلو السؤال من واحد كتب لي اياه يقول شنو كان شعورك لما لعبت الدوري السعودي وفزته وخذت الام في بي وسويت كل شيء تقريبا بالدوري اكو كان حتى جيم انت يعني الفريق كان كله نازل مستوى وانت اللي فوزت من الجيم جب. اللي هو كلب هاوس جيب 27 كتلة زين ورا كل هذا سويته المدح كله بالتويتر وبعد البطولة راح الفالكون شنو كان شعورك؟ لا جاني مدح كثير انا شو انا اقول لك انا بعد ما جبت 27 كل حلو صح ان انا انبسط من الكلام الناس اللي تمدحني وذا مرة انبسط منه لكن ما كنت زعلان ان فالكون راح له المدح لان هو جاب لنا اخر روند وفالكون معروف كاسم كلاعب حلو انا ما ازعل ان خوي جاء له مدح لان معي في الفريق ليه ازعل ان جاء له مدح وانا ما جاني النهايه يعني انا اعرف ايش سويت واعرف يعني اهم شيء اللي حواليني عارفين انا ايش سويت في الجيم وانا همني اخوياي وفريقي يعني اهم شيء الفوز اهم شيء
اي اهم شيء عندي الفوز، وجاني مدح كثير في التويتر والله مره كثير. تستاهل تستاهل، بس يعني ما يعني ما انزعجت او مو زي فالكون؟ لا ما انزعجت بالعكس، مره فرحت لفالكون والله. حلو حلو الحمد لله. هذا توقعت هذا السؤال راح يسوي لك سكيب صراحه، بس انت ناوي على الضيف الاسطوري. الضيف الاسطوري انا باخذه، ما حد اخذ الضيف الاسطوري صح لحد الان؟ ماكو، بس هو بس هو يقدر ياخذه. سوى سكيب السؤالين. زين زين هالشو هسه انت لا سامح الله، لنفرض طلعت من وشتك لا سامح الله، وتريد تسوي تيم خاص بك، الدريم تيم مالك، فريق الاحلام، الدريم تيم. حلو، من تحط هذا التيم؟ حلوين حلوين عجبني. يعني كل اللاعبين هسه قدامك فري ايجنت، كل اللاعبين المن تختار الاربعه اللي وياك. تمام. نفسي انا طبعا. اي انت وياهم اكيد، انت المؤسس بختار... الفريق. اي بختار كي. حلو. جلاد. حلو. الدو هذول ثلاثة. اي الدو لازم، هذول ثلاثة حلوين. كي جلاد. الله انت اسئلتك هذه. طيب اختار كل اوشك وخلاص ما زعل احد. طيب ثاني كي جلاد. كي جلاد فالنتينو. حلو. تريكسيد. حلو. يعني انت اوكي وجلاد وفالنتينو وتركسد، هذا الدريم تيم مالك؟ يعني هذا في يوم ممكن نقدر نشوفه في يوم؟ لا. حلو حلو حلو، بس عرفنا الدريم تيم ماله. سووا لي يا شباب، حققوا لي اوشتك، اذا تسمعونا هسه حققوا هذا الدريم تيم ماله. لا 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 اوشتك وضعهم كويس، لا ما انا بتعقيل ولا شيء. يعني زعل علي. الحمد لله. حلو حلو. زين السؤال يقول، بما ان انت حاليا الاول العالم، حلوين، هل تعتبر روحك افضل لاعب عربي؟ واذا لا من هذا اللاعب الافضل لاعب عربي منو؟ اذا ما تعتبر روحك انت الافضل. ما احب احكم على نفسي اني انا افضل او اشوف اي، انا اشوف ما احب اشوف احد افضل مني. حلو حلو. وما احب احكم على نفسي اني انا افضل لاعب عربي. طيب هاي كنت اناقض الموضوع. لا مو تناقض، يعني اكره اني اقول قدام الناس انا اقوى لاعب عربي. طيب اليوم فهم؟ اليوم انت هسه تشوف روحك افضل لاعب عربي؟ لا. من الافضل؟ من افضل لاعب عربي لعب برايك؟ اشوف كي. كي ياب كي افضل مني بمراحل. فالكون كمان. لا تريكسد ما واحد واحد واحد. لا ما تقول لي فريقك كله. طيب كي انا اشوف اقوى لاعب عربي. كي بهالفتره. ايه حلو. كي كلش يستاهل صراحه، انا ما اموت على لعبه احبه. حلو. جاهز السؤال هذا؟ يلا قايل لك الضيف الاسطوري جايين. يلا هذا السؤال قبل الاخير. حلو زين. في فلوس في الضيف الاسطوري ولا ما في فلوس؟ تجيك بعدين سهله. حلو. لو انفرض عليك هسه انت حاليا بوشتك، لو انفرض عليك راتب من الفرق المنافسه ضعف راتبك، يعني هسه انا مثلا عند انا فريق منافس لكم نفرض تيو اجى وقدموا عليك عرض راتب ضعف راتبك، راح تروح وياهم ولا لا؟ ليش؟ لان اللي معايا ارتاح العب معاهم. اوكي يعني انا يعني اكبر خطوه، بس هذا بزنس يعني برضه ما فلوس ما تهمني كثر ما ارتاح مع الفريق اللي انا العب معه. يعني انت بالنسبه لك يعني ما اقول انه ما تهمني، ما تهمني مره، لازم تهمني، بس انه اذا انا جايني مثلا نقول نفترض يعني كلاني اوشك معطيني راتب يكفيني. حلو. لكن تيوم معطيني راتب ضعف الراتب هذا. يعني مره اسطوري. حلو. بس انه انا راتب معي يكفيني، خلاص ليه اطلع من الفريق بما انه يكفيني وانا مرتاح مع الفريق مره؟ اعرفهم من ايام الثاني فالكون، اعرفه 6 سنين، ما كي اعرفهم 5 سنين، تريكس ما اعرفه ولا قليل لكن مره طيب، فانا مرتاح مع الفريق فما راح اطلع. زين بس خلي بالك انه هذا بالاول وبالاخير شغل، يعني مو لما اي داري شغل مصلحتي داري، عارف انه مو صداقات، لكن اذا بنروح، اذا بروح مع فريق ثاني حلو، اذا منظمه تبعنا نجي تاخذنا 5 ونروح عادي. يعني لانه اذا يعني انا اتوقع انه بنحقق بطولات وفي منظمات، اذا يعني اذا حابب تقدم حلو نروح كلنا. حلو حلو هذا اللي انا اشوفه، بس انا نفسي مستمر يعني ما اشتري. حلو. يعني انت اذا مثلا اذا انا قدمت لك راتب ضعف راتبك ما راح تجي هاي؟ ما راح اطلع. لا احد يحاول، لا احد يحاول، انكنسل انكنسل هاي. زين السؤال الاخير، السؤال الاخير مو سؤال هشوم.
لكن نعرف أنا وأنت والعراقيين يعرفون دائما أكو مشاحنات ومشاكل بيناتكم مع اللاعبين أو مع الجمهور، تعرف هالشيء. حلو. جيل مالي شخص أنا صديقك وأحبك، أريدك اليوم توجه لهم كلمة، سواء تعتذر منهم أو هم يعتذرون منك بنفس الوقت. وجه لهم كلمة بسيطة إنه تنهي هاي كل المشاحنات والمشاكل وتصيرون حبايب. وجه لهم كلمة. بالعكس كل العراقيين يعني فهمت وصلت معنا ضلعي إيه. فأنا يوم الثاني كنت يعني طفل بمعنى الكلمة، حلو، ما أنكر ذا الشيء. فكنت أغلط كثير، مو بس على السعوديين، على كويتيين سعوديين، كنت أغلط على السعوديين حتى، أغلط على عراقية، كنت يعني أسب ناس كثيرين. فأنا أعتذر على أي واحد سبيته، حلو. أنا أنفعل كثير في الرانك إذا عصب كثير، يعني لما أخسر. فبس إني ما أقصد ذا الكلام، إنه لما نطلع لما هذا وقت عصبية، فأعتذر من أي شخص سواء عراقي كويتي أي شخص، إن إذا تكسكت عليه أو سبيته أنا أعتذر للصراحة. حلو. طبعاً يعني إن شاء الله يسامح. إن شاء الله كل يعني. إن شاء الله تكلكم حبايب وماكم مشاكل. إن شاء الله. وهالشي ما يقدم قدم الاعتذار، اعتذار من عنده، قدم اعتذار للعراقيين بشكل أجمع وللكل العرب خاصة أو الجميع يعني. أتمنى تقبلوا هذا الاعتذار من هشوم، لأن أنا هشوم أعرفه إنسان طيب، بس بداخل الجيم ممكن يسبسب أو شيء، بس خارج الجيم لا، ما عنده ما العلم هاي يعني شيء يوم صار وياه، يعني هو شخص ينفعل داخل الجيم. أتمنى تعذروا وأنتم بنفس الوقت تعتذرون منه إذا كنتوا تكرهوه أو كنتوا شايلين حقد عليه بقلبكم، لأنه بالأول والأخير هي لعبة. وإن شاء الله تصيرون حبايب إن شاء الله. طيب ان شاء الله. هنا طبعا هشوم انت الضيف الاسطوري اخذته حبيبي، الله يسلمك الله يسلمك. من ثاني حلقه اتخذته يعني قايل لك انا جاي، ايش قايل لك بدايه الحلقه جاي اخذ الضيف الاسطوري يمشي. حلو، يعني انت حاليا الضيف الاسطوري. الفلوس بعد الحلقه خلاص. ابشر. هنا نكون انتهينا من الاسئله، وكنت ويانا هشوم ضيف خفيف واستمتعت وياك جدا. حتى انا والله. حسابات هشوم جوا بالوصف كلها، روحوا تابعوه. شخص يستاهل، شخص محبوب، شخص مثابر. تتعرفون هالشي وشفتوه، وكتبوا لنا بالتعليقات منو الضيف اللي تريدوه الجاي. وخلاص، وشكرا على كل شيء، وشكرا على المشاهدة، ومع السلامة.